الثانية بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من قناة النباه، والبداية بأبرز العناوين. رايتس ووتش ترجح ضلوع ميليشيات الكرامة في تنفيذ إعدامات جماعية بالأبيار وتندد بعدم التحقيق في هذه الحادثة. هيئة المحلفين الأمريكية تبرئ بوخاتالا من تهمة قتل السفير الأمريكي وتدينه في أربع تهم أخرى. غداة جلسة لمجلس الأمن حول أزمة المهاجرين في ليبيا، قمة أوروبية إفريقية تبحث حلولا للظاهرة في أبيدجان. أهلا بكم. رجحت منظمة هيومان رايتس ووتش ضلوع جماعات مسلحة موالية لما سمته الجيش الليبي في تنفيذ إعدامات جماعية لعشرة الأشخاص في منطقة الأبيار. قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن تعهدات ما سماه الجيش الوطني بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرقية ليبيا لم تؤدي إلى أي نتيجة حتى اليوم. أضاف المسؤول بالمنظمة أن عدم التحقيق في الحادثة يعني التغاضي عما يبدو أنها جرائم حرب في المنطقة حسب قوله. في سياق متصل، هدد المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري بأن قواتهم ستتجه للحل العسكري لإنهاء الأزمة الليبية حسب ما يراه قائدهم خليفة حفتر. استبعد المسماري في حوار مع صحيفة المصرية اليوم إجراء أي انتخابات في مارس القادم حسب اتفاق باريس بين حفتر وسراج، مشيرا إلى أن سراج نفسه لن يدخل المنطقة الشرقية وقد أعطيت التعليمات بالقبض على كل من يعمل في حكومته. ولفت المسماري إلى أن اللقاءات بين من سماهم أعضاء المؤسسة العسكرية ستتواصل في القاهرة خلال الأيام القادمة. برأت هيئة المحلفين الأمريكية يوم أمس أحمد أبو ختالة من تهمة قتل السفير الأمريكي في هجوم استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الادعاء لم يثبت أبو ختالة له أو لم يثبت أن أبو ختالة له علاقة مباشرة بمقتل السفير الأمريكي، لكنه أدانه في أربع تهم أخرى مرتبطة بالإرهاب حسب الصحيفة. وفي ملف الهجرة، حيث تعقد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان اليوم القمة الإفريقية الأوروبية وتشكل قضية الهجرة والأمن محور القمة الخامسة التي يحضرها رؤساء دول وحكومات 83 دولة. مساع جديدة يقودها المجتمع الدولي للحد من تدفق المهاجرين إلى شواطئ الجنوبية لأوروبا. قمة أوروبية إفريقية في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تحتل قضية الهجرة ووضع المهاجرين في ليبيا حيزا مهما من أنشطتها. ومن المنتظر أن يقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة مبادرة لإجلاء الأفارقة المعرضين للخطر في ليبيا، كما سيكشف ماكرون عن مبادرة جديدة لتشكيل استراتيجية أوروبية إفريقية مشتركة لمحاربة الإرهاب. وفي هذا الإطار تتمحور محادثات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة. وقد لفتت موغريني إلى أن الاتحاد يدرس كيفية اتخاذ إجراءات مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لوقف الانتهاكات غير المقبولة في ليبيا. مباحثات تأتي غداة جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، وهي الثالثة من نوعها تخصص للأوضاع في ليبيا في نوفمبر الجاري. القمة الإفريقية الأوروبية تتزامن مع انتقادات للاتحاد الأوروبي حول سبل تعاطيه مع الظاهرة، رغم لقاء زعماء دول وحكومات أوروبية وإفريقية في مالطا قبل سنتين لم يفي بحسب البعض بالوعود المقدمة آنذاك. ويبقى ملف الهجرة غير الشرعية مفتوحا على كل الاحتمالات ما لم تجد المنظومة الدولية الآليات الناجعة التي تكفل تجفيف منابع الهجرة
وإنهاء الأسباب الدافعة لذلك. هذا ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إلى ضرورة إيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا بغية تجنب تفاقمها. أضاف يونكر أن أوروبا لا يمكن أن تصمت عما وصفها بالدراما اليومية التي يعيشها كثير من الأطفال والنساء في ليبيا على حد قوله. شدد رئيس المفوضية على أن وجود عدد متزايد من المهاجرين في ليبيا ليس دافعا لضربهم وزجهم في سجون لا تمت لمخيمات اللجوء بصلة حسب تعبيره. هذا وطلبت فرنسا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بفرض عقوبات على المتورطين في الإتجار بالبشر في ليبيا. دعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر المجتمع الدولي للتعاون مع السلطات الليبية لتجاوز أزمة المهاجرين. وعلينا أن نفرض نظام الجزاءات أو نستفيد من نظام الجزاءات المفروض على ليبيا والذي شكل بموجب القرار 1970 والذي يمكننا أيضا من إقامة جزاءات ذكية تستهدف الأفراد المتورطين بتهريب البشر نظرا لتورطهم ب. من جهتها قالت روسيا أن ما وصفتها بالممارسات الإجرامية لمهربي البشر في ليبيا هي من تداعيات أزمة طويلة سببها التدخل في شؤونها الداخلية سنة 2011 والانشقاق السياسي والمؤسساتي. أفاد المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن بأن الحديث عن تدخل فوري لا يمكن إلا أن يفاقم الأوضاع. أضاف المندوب الروسي أن معالجة الأزمة الليبية تحتاج مقاربة شاملة لمكافحة الأسباب الجذرية وملاحقة المجرمين ومساعدة الضحايا. من جهته أعرب المندوب البريطاني ماثيو راكروفت عن صدمته من التقارير التي تظهر بيع المهاجرين داخل البلاد. من تقارير عن ليبيا والتي صدمتنا جميعا سوف تصبح أخبار الأمس أو أخبارا قديمة بعد أيام قليلة ونحن نتوقع ذلك. علينا أن نحاسب أنفسنا بمعايير. في السياق ذاته دعت ممثلة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن ميشيل سيسني إلى ضرورة محاسبة مقترفي وقيعة الإتجار بالبشر في ليبيا. ورحبت سيسن في جلسة مجلس الأمن بالتحقيقات التي تقوم بها السلطات الليبية بهذا الشأن ودعت إلى توثيق الحالات واستخدام برامج تحمي المهاجرين. هذا وقال مندوب ليبيا بمجلس الأمن المهدي المجربي إن أي تجاوزات في ليبيا أو إساءة للمهاجرين تعد أعمالا فردية وليست ممنهجة. دعا المجربي المجتمع الدولي إلى مواجهة الظاهرة بدول المعبر والمصدر مشيرا إلى أن إجبار الدول المقصد على إرجاع المهاجرين يعتبر تنصلا من الحل. ولفت مندوب ليبيا إلى أن دعم الاستقرار في ليبيا سيؤدي إلى توظيف العمالة الوافدة في إعادة أعمارها. في سياق ذي صلة استنكر عدد من أهالي الجنوب ما وصفوها بالإشاعات لتشويه صورة ليبيا أمام العالم وإظهارها كبلد لتجارة الرقيق. قال أهالي الجنوب في بيان لهم إن هناك جهات ومنظمات ودولا تسعى لإيجاد ذرائع للتدخل في ليبيا وفرض أجندات دولية قصد توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. دعا الأهالي هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجهات ذات العلاقة بموضوع الهجرة إلى زيارة الجنوب الليبي والاطلاع على أوضاعه. من جهته أكد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بالحكومة المقترحة طارق شنبور أن ما جاء في تحقيق السي إن إن عن وجود أسواق للرق في ليبيا عار عن الصحة وفبركة إعلامية بحتة. وأضاف شنبور في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن أجهزة الأمن وعناصر البحث والتحري تعمل بكامل مهنيتها وتنفي وجود هذه الأفعال في ليبيا. دعا شنبور إلى عدم استغلال حالة التشرذم السياسي وضعف الحالة الأمنية التي تعصف بالدولة الليبية حسب قوله. نشد المجلس الأعلى للدولة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مساعدة ليبيا على إجلاء المهاجرين عبر جسر جوي إما إلى بلدانهم أو إلى الدول التي ترغب في استضافتهم. ودعا مجلس الدولة في بيان لها المنظمات المهتمة بالهجرة وحقوق الإنسان إلى العمل على توفير مراكز إيواء للمهاجرين خارج الحدود الليبية. وشدد المجلس على رفضه إقامة أي معسكرات لمن وصفهم بالمتسللين إلى البلاد كما رفض تحميل ليبيا المسؤولية عن الإدعاءات التي تروج لتعرض المهاجرين إلى معاملة غير إنسانية.
قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بترحيل 140 مهاجرا نيجيريا إلى بلادهم. وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالجهاز حسني أبو عيانة في تصريحات لوكالة فرانس بريس أنه تم تنظيم رحلتين أسبوعية لترحيل المهاجرين إلى بلادهم طوعا، وسيتم التوجه بهم إلى مطار معتيقة الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. أضاف أبو عيانة أنه يوجد بين المهاجرين حوالي 18 طفلا و70 امرأة، وسيتم تكثيف عدد الرحلات لتصل إلى 4 رحلات أسبوعيا بدلا عن رحلتين. في سياق متصل، قال منسق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة جمعة بن أحسن أن البرنامج نجح منذ بداية العام الجاري في ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بصورة طوعية. وذكر بن أحسن في تصريح لوكالة الأنباء الصينية أن المرحلين يعودون إلى العشرات من الجنسيات الإفريقية والآسيوية. أشار إلى أن هذه الأرقام تتضمن عملية الترحيل التي جرت الثلاثاء والتي شملت أكثر من 400 مهاجر غير شرعي من إفريقيا. سياسيا، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إن زيارته إلى مصر تهدف لتعزيز التواصل بين المنظمة الأممية والشعب الليبي. أضاف سلامة أن لقاءه بعدد من المسؤولين بالمدينة ناقش قضايا عدة أبرزها الانتخابات والمصالحة الشاملة وآلية إدارة الأصول الليبية المجمدة في الخارج. جولة جديدة يخوضها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إطار بحث عن حل سريع للأزمة التي تمر بها البلاد. اتجه المبعوث الأممي إلى مصراتة، استقبلته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والأعيان وبعض رجال الإصلاح وممثلون عن المجلس البلدي، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والدولة المنتخبين عن مصراتة. وبحسب المبعوث الأممي فإن اللقاء يأتي لتعزيز التواصل ما بين المنظمة الأممية وأبناء الشعب الليبي للوقوف على المشكلات التي تواجههم ومحاولة خلق حلول بناءة. نحن نسعى للتشاور الدائم، وليس هناك من أهداف غير إبقاء هذا الحبل من التشاور قائما بيننا وبين أبناء الشعب الليبي. الاجتماع تناول مجموعة من القضايا التي تؤرق المواطنين والسياسيين، على رأسها إجراء انتخابات وإتمام المصالحة الوطنية الشاملة. القضايا توسعت لتتناول بناء مؤسسات الدولة وإصلاح مجلس النواب، فضلا عن خلق آلية للتنسيق ما بين مجلسي النواب والدولة. الجانب الأمني كان حاضرا أيضا على رأس الاجتماع من خلال بحث معايير أمنية تمنع حدوث الجرائم المنتشرة في ليبيا. ولم يغيب الجانب الاقتصادي عن جدول الاجتماع، فالوضع الاقتصادي المتردي تصدر جدول أعمال المبعوث الأممي الذي أكد أن الملف الاقتصادي كان من أهم النقاط التي تطرق لها في إحاطته أمام مجلس الأمن. وفي إطار ردود الفعل على الزيارة، وصف عضو مجلس النواب المقاطع سليمان الفقيه زيارة سلامة بالجوهرية، وأنها ضرورة ملحة لتوحيد كلمة الليبيين في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد. اليوم هذا الاجتماع تم في إطار جمع كلمة الليبيين وتوحيد صفهم، والبعثة الأممية هي أقرب جسم أراه إلى الحياد، لا يوجد حياد بالمعنى الكلمة ولكن أقرب، احتجنا لها الليبيين للتدخلات السلبية للأسف من بعض الدول الإقليمية في الشأن الليبي. تتواصل رحلة البحث عن حل للأزمة الليبية، كما تستمر جهود المنظمة الأممية التي أكد مبعوثها أنه لا يحمل أي مبادرة جديدة لليبيا، إنما يمتلك خطة عمل تمتد لعام من الزمن، تحمل للمواطنين الكثير من الأمل وتفتح للبلاد آفاقا جديدة. نشرتنا متواصلة وتتابعونا فيها بعد قليل. استعدادات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
أهلا بكم من جديد. أفاد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي بعدم التوصل إلى حل مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت محطة تحكم تدفق المياه بالشوارف وأجبرت العاملين بها على إيقاف ضخ المياه. ذكر الجهاز في بيان له على فيسبوك أنه جرى إيقاف ضخ المياه تحت تهديد السلاح حرصا على سلامة المستخدمين وتفاديا لأي أضرار قد تحدث لمكونات المنظومة. وأعلن الجهاز جاهزيته التامة لإعادة ضخ المياه في حال التوصل إلى حلول مع المسلحين الذين طالبوا بإطلاق سراح المدعو المبروك حنيش. يعاني سكان منطقة درج في جبل نافوسة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، واقع انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وأثر أيضا على واقع التجار الذين باتوا يعانون من كسادة في تجارتهم. هكذا بدا الكساد طاغيا المشهد اليومي لسوق منطقة درج في جبل نافوسة. التاجر يتذمر من غلاء الأسعار، والمواطن لا يجد سبيلا لاقتناء كل ما يريد بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار. والله الفاكهة البناني بثمانية ونص، وعندك الليم بصرة 5 جنيه، والتفاح ب12 دينار. والمواطن المسكين البسيط هذا التعبان حالته بلون ولا ما يقدر يشري فاكهة حتى ديحي ب14 دينار. التجار والمزارعون يقولون أن سبب ارتفاع أثمان منتجاتهم هو اقتناؤها بأسعار باهظة أيضا، الأمر الذي يؤثر عليهم وعلى المشتري. هذا بالإضافة إلى فرق العملة في ظل أزمة الدولار الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف في السوق السوداء. بالنسبة للأسعار تعرف أنها ارتفعت نظرا للدولار، ونظرا أن كل التجار يحولوا في العملة الليبية من عملة ليبية إلى دولار، والسوق مسكر يعني البنك. وفي ظل تبادل الاتهامات بين التاجر والمشتري ووسط انتشار بضائع السوق السوداء، يجد الطرفان نفسيهما في وضع محرج وصعب للغاية. يزيد من تعقيده الوضع الأمني المتردي في انتظار إيجاد حلول جذرية للوضع الاقتصادي في مناطق ليبيا كافة. أعلن رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس يوسف الجيلوشي تجهيز خطة أمنية للحد من ظاهرة بيع الألعاب النارية مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف. كان لزاما علينا أن نضع خطة أمنية بخصوص اقتراب المولد النبوي الشريف، فقمنا بتاريخ يوم الأمس وقبلها طبعا بعدة جولات داخل مدينة طرابلس على الباعة المتجولين، وإحنا بنسموا فيه مثلا أن الباعة الخطولوح والألعاب النارية طبعا اللي هي مضرة بالصحة ومضرة بالمال قبل كل شيء. فتم طرد عدد من الباعة المتجولين داخل مدينة طرابلس، وفي بعض منهم طبعا تم مصادفة. هذا وأضاف الجيلوشي في لقاء خاص مع قناة نباء أن بيع الألعاب النارية بات يمارس علنا بسبب عدم قدرة الدولة على السيطرة على المنافذ الحدودية. حالات المفرقعات وحالات اللي استولوا في الحاجات هذه كثرت على السنين الماضيه طبعا، بخصوص احنا كنا في السابق الالعاب الناريه ما نقولكش ما فيش، فيه وبكثره، لكن عند مثال ان يد سلطه على المنافذ وعلى الحدود طبعا نقوموا بضبطها مرات من داخلها، ومرات احنا كحرس بلدي عملنا داخل المدن والقرى نقوموا بالضبط وعدد والحاله على النيابه العامه. اصبحت محلات تباع فيها، مش يا ريت حتى كانت كبايع متجول بيشبح اجهزه رقابيه او حرس بلدي بياخذ شنطه بتاعه ويهرب، لا اصبح الان محل مدايره بالعلن طبعا. هذا ودعا رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس يوسف الجيلوشي أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر استعمال المواد المفرقعة. إحصائية طبعا بخصوص السنة الماضية من مستشفى الحروق، في اللي فقد أصابعه، في اللي فقد بترول يده، وفي اللي فقد بترول يده، وفي اللي خسر عينه طبعا. هذا الإهمال من أولياء الأمور طبعا، يعني ما نقول لك مرات طبعا حتى لما نسبح معناها مثلا توا حتى الإنفلات اللي صاير، أنا عيل نفسه ما نعطيش باش يشتري هذه، نقول لك انا بيشتري طبعا التفجير لنفسه، وانت تكون تجري بيه وتعاني بيه مع نقص الماده ونقص السيوله ونقص معدات داخل المستشفيات. معناها نتمنى من الساده اولياء الامور ان هم يقوموا مثلا بحدو اطفالهم، دير حاجه ثانيه كويسه ويجتنبوا على المفرقعات. هذا وبدأت في عدد من المساجد جلسات مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف. البغدادي يعود إلى أغلب مساجد وزوايا مدينة مصراتة. تقرير التالي والتفاصيل.
البغدادي أو صلاتك ربي كما يسميه الأطفال، وهو كتاب تخميس الوراق الذي ينقسم إلى 28 حرفا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعدل حرف يوميا اعتادت المساجد والزوايا الصوفية في ليبيا وكافة دول المغرب العربي قراءتها بعد صلاتي المغرب والعشاء، حيث تبدأ المساجد والزوايا به في منتصف شهر صفر، وهناك من يبدأ في أول ربيع الأول من كل عام. يلتقون كبارا وصغار، وتقوم كوكبة من المداح بقراءة الحرف، ويقوم الحضور والأطفال بالرد عليهم، وهكذا بشكل يومي طيلة 28 يوما. البغدادي عاد هذه السنة بشكل كبير في أغلب مساجد وزوايا مصراتة، بعد أن اقتصر في السنوات الماضية على عدد من المساجد فقط، هو هذا العام ينطلق في أكثر من 30 مسجد و20 زاوية لتصدح المدينة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم طيلة شهر مولده الشريف. ينتظر الجميع ختم البغدادي، حيث يقوم كل مسجد وكل زاوية بإقامة حفل كبير يسمى بالختمة. بعد نهاية قراءة الحروف تقرأ فيه السيرة النبوية، وهي ما تعرف بالبرزنجي نسبة لمؤلفها. عبد المنعم البوري لقناة النبأ مصر. هذا ودعا الخطيب والواعظ بوزارة الأوقاف الشيخ عبد الغني أحمد في لقاء خاص مع قناة النبأ الشعب الليبية إلى استغلال ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو والتصفح. نحن الآن في حاجة ماسة إلى العفو فيما بيننا البين والتصافح فيما بيننا البين، يحتاج الآن في ظل هذه الأمور التي يمر بها هذا الشعب الكريم، نحتاج إلى إظهار العفو، نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في العفو. الكل يعلم أنه عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى مكة وعندما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام قام في النص خطيبا فقال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم هم الذين عادوه وهم الذين حاربوه وحاربوا دين الله وقتلوا أصحابه وأخذوا أمواله وشردوه من بلده، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم ينتقم منهم، هو صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وصفح عنهم، ولم يعفو عنهم بمجرد القول فقط، بل وأتبع ذلك الفعل أيضا، وأتبع ذلك الأمور الداخلية الأمور القلبية أيضا، فصار يحبهم بعد أن كان يكرههم. ختام النشرة وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رايتس واتش ترجح ضلوع ميليشيات الكرامة في تنفيذ أعدامات جماعية بالأبيار وتندد بعدم التحقيق في الحادثة. هيئة المحلفين الأمريكية تبرئ أبو ختالة من تهمة قتل السفير الأمريكي وتدينه في 4 تهم أخرى. غداة جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة للمهاجرين في ليبيا، قمة أوروبية إفريقية تبحث حلولا للظاهرة في أبيجان. كما تابعت معنا أيضا استعدادات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وتنوه قناة نبأ مشاهديها الكرام إلى تغير تردد القناة وفق الإعدادات الظاهرة الآن على الشاشة. كما يمكنكم متابعة المزيد من أخبارنا عبر موقعنا الإلكتروني نبأ دوت تي في وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.